الكركديه علشان نبدا نعمله. هنحتاج 250 جرام من الكركديه، ربع كيلو يعني، 3 لتر من الميه، وكوبايتين من السكر. ويلا بينا نبدا على طول. هو ده سكر؟ ماله مخرز كده كبير؟ ماشي. طب دول 3 لتر ميه؟ لا، الحله فيها 3 لتر ميه. يلا بينا نبدا نشتغل على طول. مفيش ابسط من الكركديه. الكركديه هتاخدوه تنزلوه في الميه يغلي مع السكر. على فكره اضافه بس مهمه جدا، كل مشروبات رمضان بلا استثناء السكر فيها برغبتكم تماما. حد حابب يزود سكر اوكي، حد حابب ينقص سكر مفيش اي مشاكل. فاللي انا بقوله ده المقدار المناسب لذوقي انا او ذوق والدتي، قد يكون مش هو نفس المقدار المناسب لذوق حضراتكم، برضو مفيش اي مشكله، هتعدلوا فيه على حسب ما انتوا عايزين. تقدروا تسكروا بسكر دايت او سكر ستيفا او ايا كان، يعني الحاجه المناسبه لحالتكم الصحيه تقدروا تسكروا بيها مفيش مشكله. حد حابب يسكر بعسل مفيش برضو اي مشكله. انا هقلب كده بس اطمن ان السكر داب، وهو داب، وهغطي وعيني معاه عشان ما يفرش. عايزه الكركديه يغلي كويس جدا، يطلع لي كل طعم الكركديه من الزهرات بتاعته، ونستخلص كل النكهه اللي احنا عايزينها. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الخروب. فين الخروب؟ الخروب ليه تكنيك مختلف شويه عن اغلبيه العصاير بيتعمل بيه، وهو كرمله السكر في الاول وتحمير الخروب معاها. يلا نعمل ده مع بعض. الخروب يا جماعه عندنا 250 جرام من الخروب، برده ربع كيلو، عندنا 2 لتر من الميه، و2 كوب من السكر. برده السكر يزيد يقل على حسب ذوق حضراتكم، ما عندناش اي اعتراض ولا في اي مشكله. نور انا محتاجه اعرف الازازه دي قد ايه؟ متاكده دي 2 لتر؟ متاكده؟ مليون في الميه؟ انا حاساها اقل. انا هتاكد بالظبط، هتاكد عشان يطمئن قلبي. عيب عليكي، لتر بالظبط. عيب عليكي، تشكي فيا؟ تشكي فيا يا نور؟ واثقه في المطبخ ثقه عمياء؟ لا ثقي فيا انا. يلا بينا. حطينا الحلة على النار والسكر، هنحول السكر لكراميل، ودي أول خطوة بنعملها في الخروب. أول ما يبدأ يسيح هنحط له الخروب يتكرمل معاه، وكرملة الخروب مع السكر بتفرق جدا 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 في النتيجة النهائية. ممكن نحطهم مع بعض من الأول، بس أنا بلاحظ إن ده بيخلي السكر ما يدوبش قوي، فأنا بحب أتأكد إن السكر بدأ يسيح وبدأ يتحول لكراميل، وفي أفتح درجاته بقوم منزلة فيه الخروب. هناخد بقى الاتنين دول عشان نظبط لتر. مش عايزه ارميها. تمام. نطلع فاصل؟ ماشي. عبال ما السكر يتحول لكراميل احنا ما بنعملش فيه اي حاجه يا جماعه، بنسيبه على النار كده بس ونفضل واقفين قدامه. ممكن ندي تقليبه خفيفه جدا جدا جدا، ولكن ما بنقلبش كتير، لان تقليبنا الكتير بيمنع السكر من ان هو يتكرمل، بيخليه يحبب او يخرز. وللاطمئنان برضو حتى لو ده حصل معاكم مفيش مشكله خالص، هنتعامل معاه، لان هو في الاخر الميه بتدوب لنا كل ده مع بعضه، بتبقى الامور كويسه. كراميل اهو لسه فاضل فتفوته ويدوب بس، تمام ما عندناش مشكله. لما نشوف المنظر ده نحط الخروب. طبعا مع حراره السكر العاليه جدا الخروب ده هيتحمص تحميصه تطلع لنا منه طعم عظيم، واحنا بنقلب كده الكراميل لونه بيظبط. انتوا بقى وحرين في درجه الكراميل، في ناس بتحبه غامق، في ناس بتحبه فاتح، انا بحب وسط، انا دايما ايه مع الوسط، بالذات لما بكون بطبخ لعدد كبير من الناس بختار دايما الوسط، عشان ايه؟ هو اللي هيرضي كل الناس، هو اكتر حاجه مرضيه، خير الامور الوسط. الخروب على النار اهو، وعندنا 2 لتر من الميه محتاجينهم. طبعا الافضل انها تكون ميه سخنه بس، تمام يعني مش قضيه، كله هيسخن مع بعضه في الاخر. بصوا بقى اللي حصل ايه. الكراميل طبعا لو انتوا معايا هتشموا ريحه الخروب ماليه المكان،
ده من حراره السكر مليان. السكر ده درجه حرارته بتوصل 400 درجه مئويه، عشان كده الحرق بتاعه وحش قوي. خدوا بالكم على ايديكم بعد الشر على اي حد. بنقلب الكراميل، بنقلب الخروب معاه فياخد من الحراره دي ويتكرمل ويطلع كل طعمه مع السكر ده، فتاخدوا شويه خروب يا جماعه ملهمش حل. انا هصبر عليه شويه، ما عنديش مانع ان السكر يغمق شويه كمان. ممتاز، راضيه جدا عن النتيجه. هديله بس دقيقتين وتعالوا واحنا كده واقفين نقول طريقه الحاجه اللي فاضله. التمر الهندي، احنا جايبين شاش للتمر الهندي صح؟ طيب تمام. التمر الهندي هنحتاج له 250 جرام من التمر الهندي، هنحتاج لتر من الميه، هنحتاج كوبايه من السكر. دي مقادير التمر هندي، 250 جرام من التمر الهندي، لتر من الميه، وكوبايه من السكر. وتاني بفكركم ان كل مقادير السكر النهارده بذوقكم تماما، مفيش مشكله اللي يزود او اللي ينقص. واللي هيبص هنا معايا هيلاقي ان الكراميل غمق شويه. شايفين؟ الله الله الله، ده بالظبط المنظر اللي انا عايزه اشوفه. لما اشوف المنظر ده بقى اقوم عامله ايه؟ اقوم ضايفه الميه. والنبي الله يكرمكم تاخدوا بالكم على ايديكم البخار اللي بيطلع، شايفين بيبقى شديد ازاي؟ فتاخدوا بالكم على ايديكم جدا جدا جدا، البخار ده بيحرق زي النار بالظبط، فتصبوا بسرعه وتبعدوا ايديكم لحد ما يهدى. اللي هيحصل ان هتلاقوا السكر كتل وتجمع كده وبقى حتت زي الازاز، تقلقوش خالص، اما الميه تسخن هيرجع يدوب تاني. هدي تقليبه، بصوا شايفين عمل ازاي؟ كتله واحده متكتله كده وماسكه في بعضيها، مفيش اي حد يقلق من ده، بيرجع يدوب تاني في الميه، وطبيعي جدا لان انا ما حطيتش ميه سخنه، طبيعي انه يكتل. فانا هسيبه كده مع نفسه يدوب، وهرجع ابص عليه كمان شويه عشان اوريكم قد ايه هو بيدوب بسهوله وبيدوب بسرعه، وبيرجع تاني كراميل يديني الطعم والنكهه اللي انا عايزاها. وطبعا الكرمله اللي احنا عملناها بقى للخروب مع السكر دي هتظبط لنا الدنيا جدا. يلا بينا ندخل على العرق سوس. العرق سوس يا جماعه بنعمل ايه؟ بنبله بالميه. هو احنا انا قلت مقادير ايه؟ انا قلت التمر هندي صح؟ لا يبقى نعمل التمر هندي، معلش انا اللي سرحت. التمر الهندي، انا قلت مقادير الصيام. التمر الهندي يا جماعه هناخد، انا بحب اعمله في حله بصراحه على النار، اديله غلوه وبعد كده اسيبه منقوع. اجيب بس الحله، يلا بينا. هاخد التمر الهندي احطه هنا في الحله دي، اجيب معلقه احط له السكر، احط له الميه، وهغليه على النار لحد ما يوصل للشكل اللي هوريه لكم حالا ده دلوقتي، يوصل للشكل ده. شايفين بقى عامل ازاي؟ كتل كده، بس الميه غامقه ودكنه، واضح ان مركز فيها طعم التمر الهندي. عشان نوصل للمرحلة دي محتاجين نرفع التمر الهندي ده على النار، فأنا هرفعه على النار واسيبه يغلي. ممكن اغطي عليه واجي افتح بعد شوية. واحنا ما شفناش الكركديه حصل فيه ايه صحيح؟ بصوا الكركديه لسه ما غلاش، بس داخل على الغليان، وريحه طبعا الحله اول ما فتحتها كركديه قوي، يعني كركديه بجد. فاحنا تمام كده مغطيين عليه برده لحد ما يغلي،
وهنرجع نشوفه كمان شويه. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ايه؟ بصوا الكراميل رجع داب تاني، لسه في كام حته كده ما دابوش. حبيبه قلبي بوسه يا قلبي، انا عارفه انك مرفوع. انا متوهه بس مش للدرجه دي. نقلب كده، بصوا قطع الخروب رجعت قطع، والكراميل رجع داب تاني، وعايزين بقى نغلي الكلام ده مع بعض لحد ما نستخلص طعم الخروب حلو قوي، ونطلعه ننقله للميه دي اللي هي هتبقى العصير بتاعنا. احنا ماشيين تمام جدا وخطواتنا زي الفل. عندنا التمر هندي سايبينه على النار ومستنيينه يغلي علشان يوصل للمرحله دي. طيب بعد ما بيوصل للمرحله دي بنعمل ايه؟ بنجيب يا جماعه بوله كده، انا عايزه مصفى 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 مصفى، ونجيب مصفى وهنصب هنا التمر هندي كله. ده طبعا مركز بيرجع يتخفف بالميه تاني، احنا بنعمل دلوقتي مركز تمر هندي عشان اكون محدده ودقيقه معاكم. فده مركز تمر هندي بنرجع نخففه تاني بالميه. هنقلب كده، شايفين انا بعمل ايه؟ انا بضغط بظهر الاسباتشولا عشان اطلع كل حاجه من التمر هندي ده، ما اسيبش غير البذر والتفل بس والشوائب اللي مش هينفع تبقى في العصير. فعماله اضغط اضغط اضغط، اللي عايز يعمل بايده يعمل بايده، بس الاسباتشولا بصراحه بتديني نتيجه رائعه. باجي كده واضغط اهو، عايزه اخد الباقي اللي هنا ده، مش عايزه اسيب حاجه. يلا بينا، شايفين افضل اعمل كده لحد ما ينزل كل عصاره وكل حاجه من الخليط ده. عايزه اوريكم اللي بيبقى موجود تحت بيبقى ايه. شايفين مركز، هلمه كده من على المصفى، والمركز ده نخففه بميه ساقعه ونشرب احلى تمر هندي في الدنيا بالنسبه لكم. بقى بالنسبه لي انا مش هشرب خالص. شايفين مركز ازاي؟ عايزه اوريكم القوام، شايفين هو تقيل زي الكريمي كده. فده بناخده ونخفه بالميه الساقعه عشان نوصل للي احنا عايزينه. هنخفه في اخر الحلقه مش دلوقتي، ونخلي ده على جنب. مركز التمر الهندي اللي عملناه اللي هنعمل منه العصير. احنا يعني خلاص دوبنا كل الكراميل، مستنيين بس الخليط ده يغلي كويس قوي علشان نستخلص كل الطعم اللي احنا عايزينه. نفس الكلام على الكركديه، لازم يغلي كويس قوي عشان نستخلص كل الطعم اللي احنا عايزينه. شايفين الوردات نفشت بقى، وحبه كركديه قد كده يا جماعه ما بيتحطوا في الميه بيبقوا قد كده، فالكركديه ما يغركوش الكميات الصغيره، لا بتدي كميات كبيره في الاخر. وهنا برضو بفكركم ان احنا سايبين التمر هندي يدوب في الميه عشان اوريكم خطوه التدويب في الميه. فهو مع الغليان بيدوب طبعا، وبيدينا السائل اللي بنسيبه منقوع. انا بسيبه ليله لما باجي اعمله، بسيبه ليله كامله في الثلاجه، ما عنديش مشكله اسيبه ليلتين كمان، وبعد كده بصفيه بيكون نزل بقى كل الخلاصه منه. هنا التمر هندي حطينا له تلج وخففناه بميه ساقعه وشكله عظمه. طبعا التركيز برضو على حسب ذوقكم، ركزوا على حسب ذوقكم، خففوا على حسب ذوقكم، ما عندناش اعتراض. خلينا كده بس ايه نوسعه من الطريق، نجيبه هنا. الكركديه صفيته من الزهرات بتاعته وبعته المطبخ نصبه في حاجه، لان انا يعني مش لابسه لبس شغل يعني، فممكن يطرطش، لو طرطش بقعه مش هتطلع، فقلت ايه الامان نعمله في المطبخ احلى. خليط مركز وكله ايه الحبوب والشوائب والحاجات دي، فده اللي بنصفيه يعني، بنسيبه يبرد خالص وبعد كده بنصفيه. فناخد مركز تمر هندي نخفه بالميه الساقعه، بقى عندنا مشروب تمر هندي مظبوط جدا.